بدأت فكرة إنشاء هذا المركز من اجتماع عدد من المتطوعين والمتخصصين في مجال الفكر المتطرف ومحاربته. يتقسم المركز إلى 3 مستويات رئيسية: مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثالث. المستوى الأول يحتوي على عناصر من التنظيم الدولي لم يرتكبوا جرائم بحق المدنيين، وبعضهم قام بالانشقاق من التنظيم وفر منه. المستوى الثاني يتكون من عناصر من تنظيم الدولة ارتكبوا جرائم بحق المدنيين، وبعضهم أسروا أثناء المعارك. المستوى الثالث يتكون من عناصر من خارج سوريا، عناصر أجنبية يشرف. طبعا ضمن المركز توجد ندوات وحوارات بشكل دوري، حوارات بشكل مباشر وجها لوجه، وايضا حوارات رقميه ودروس رقميه ايضا عن طريق الشاشات المتواجده في كل قسم وكل مستوى من مستوى المركز. لدينا برنامج خاص لمعرفة الحقيقة ومعرفة الدين، الرحمة وليس الدين قتل وإجرام كما كان يفعله تنظيم الدولة. طبعا لدينا برنامج بشكل يومي، ليس روتيني إنما برنامج جيد. بداية في الصباح نقوم بدروس رياضية، بعد دروس رياضية يوجد فطور، بعد الفطور تقريبا منتصف النهار يوجد دروس فكرية أو اجتماعية أو شرعية نقوم باستقبالها من أطباء أو شرعيين. بعد هذه الدروس يوجد فقرات على شاشة التلفاز في داخل السكن في المركز. طبعا هذه القنوات تقدم لنا برامج فكرية واجتماعية وتقدم لنا حقائق عن التنظيم المتطرف. طبعا الحمد لله نقوم باستقبال هذه المعلومات بشكل جيد.